تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم كل حلقة من حلقاتنا بتتنوع في مواضيعها اللي هي تتعلق بالأشياء الطبية والصحية اللي تهمكم وتفيدكم. خلال البرنامج يسعدنا استقبال مداخلاتكم، استفساراتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل للبرنامج. أرحب فريق العمل. قبل ما أذكركم أرقام التواصل ويانا، في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعاً. وياكم مذيعة الحلقة دكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، وأول فقرة من فقراتنا لليوم بنتكلم عن اهتمامات السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، ويانا الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل المستمعين. تقريبا الأشياء اللي نحن كنا مركزين عليها يوم أمس في سوشيال ميديا، وأصلا أغلب الأشخاص كانوا يتكلمون عنها، هو أمراض القلب، وهذا بمناسبة يوم القلب العالمي. كل الجهات الصحية في كل العالم يحتفلون بهذا اليوم، لكن بنشر الوعي. وكان شعار أن أنت يعني اجعل لديك قلب البطل، وهو ان كل انسان لازم يوعد نفسه وعد ان كيف ممكن يحافظ على قلبه، ممكن يغير نمط حياته. في اشخاص قالوا نحن بنغير نظام الغذاء، واحد قال بمارس الرياضه يوميا، فانت شو توعد قلبك؟ صح. غير هذا من الاشياء ايضا كان عندنا ايضا نحن فعاليات موجوده في الاداره العامه. نعم. بعد عن امراض القلب، وحبينا نحن حتى نركز على موضوع الخدمات اللي تقدمها، خدمات التخصصية لأمراض القلب، وهي موجودة التخصصية في 3 مستشفيات، حتى ودبي وراشد. أيضا اليوم عندنا حلقة مخصصة كذلك لقلب قلب قلب. البارحة ترى اليوم العالمي للقلب. البارحة اليوم العالمي للقلب. اليوم بنطلع نقل مباشر بنتكلم عن أمراض القلب. دكتورة، أمراض القلب هي يعني في نسبة كبيرة من الوفيات من أمراض القلب. صحيح. ومنهم أشخاص يعني حتى صغار في العمر. صحيح. يعني وايد نسمع عن أشخاص مثلا رقدوا ما نشوا مرة واحدة، يعني أعمار صغيرة، وهذا كله بسبب يعني نحن مو قاعدين نتبع نمط حياة صحيح، يعني لا ننام عدل، لا ننام في وقت مناسب، يعني نجهد نفسنا في أشياء ما لها داعي، توتر، ستريس، ضغط، فوايد أشياء قاعدين نسويها نحن يعني فهالعمر ما نحس فيها. وفي احتاج نحتاج بعد كذلك ان ننتبه لها، مثل اعراض بسيطه تواجه الشخص وتنبهه ان يراجع طبيبه، او مرات اشياء بسيطه بس ما يراجع طبيبه، وهي هاي وما يحط باله بعدين يوم. صح. يعني ما بيحط باله ما انه يطيح مره واحده، لكن ممكن تؤدي لوايد اشياء ثانيه. فنحن وايد ركزنا وكان تركيز كامل عن القلب فقط لاهميه هذا الموضوع. صح. وان شاء الله اليوم بنطلع نقل مباشر من الساعه 11 الى الساعه 12 على حسابات هيئة الصحة وحساب الانستغرام لايف لبرق الإمارات وبرق الصحة، وبنجاوب على كل الأسئلة. فاللي عنده سؤال يكلمنا. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك أسماء الجناحي. مستمعينا، وهذه طبعا شيء جدا مهم ومفيد، من الساعة 11-12 بيكون الصحة لايف على قنوات التواصل التابعة لهيئة الصحة بدبي، نفس ما ذكرت لنا زميلة أسماء الجناحي. اللي عنده أي استفسار، عنده أي شيء بخصوص أمراض القلب أو أعراض أو أدوية معينة بخصوص القلب، يقدر يتواصل كذلك خلال أو يرسل استفساره خلال الصحة لايف اللي بيكون من الساعة 11 لين الساعة 12. خلصنا من فقرة السوشيال ميديا، وطبعا مثل ما عودناكم عندنا فقرتنا التوعوية
اليوم بنتكلم أكثر عن الصيام المتقطع ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة مي بن ثاني. صباحك الله بالخير مي. أهلين، صباح النور. أهلين مي. طبعا موضوعنا شيق ومهم، وطبعا الفقرة اللي قبل تكلمنا وايد بخصوص فعاليات يوم القلب العالمي بخصوص البارحة، واليوم عندنا كذلك فعاليات ونقل مباشر، فممكن تحدثينا أكثر عن الصيام المتقطع؟ إن شاء الله اليوم بنتكلم عن شو هو الصيام المتقطع أو اللي يسمى بالإنترميتنت دايت. الصيام المتقطع هو نوع من أنواع الحمية الغذائية. لها عدة طرق لاتباعها، ومنها الطرق اللي هي منتشرة بكثرة فيها الأيام اللي هو صيام 16 ساعة والأكل خلال 8 ساعات. يعني مثلا إذا كانت آخر وجبة مثلا في اليوم الساعة 7 المساء، نعم، تنحسب ساعات الصيام من الساعة 7 المساء ونحسب خلالها أيضا ساعات النوم. فنكمل 16 ساعة، فيبدأ الشخص يأكل من الساعة 11 الصبح وخلال 8 ساعات فقط. خلال هالثمان ساعات يأكل الشخص احتياجاته من السعرات الحرارية اليومية. نعم. يعني مثلا إذا الشخص يحتاج جسمه يحتاج 1800 سعرة حرارية، فهو يأخذ 1800 سعرة حرارية بدون أي ريستريكشن، يعني ما يعتمد على نوع أكل معين. إيه، يعني مثلا ما يعتمد على البروتينات والخضروات ويقلل من نسبة الكربوهيدرات، لا، يكون غذاء أو النظام الغذائي يكون متوازن، يعني يأخذ من الكربوهيدرات والبروتينات والخضر والفواكه أيضا خلال هالثمان ساعات. نعم. والنوع الثاني من أو الطريقة الثانية من طرق هالصيام المتقطع اللي هو أن الشخص يأخذ احتياجاته من السعرات الحرارية خلال 5 أيام في الأسبوع، وخلال يومين فقط يقلل من احتياجاته إلين 500 إلى 600 سعرة حرارية في هاليومين. في هاليومين فقط. نعم. والدراسات أثبتت أن اتباع أي نمط من هالأنماط لها عدة فوائد، وأهمها أن هي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وهذا جدا مفيد حق الناس اللي عندهم نسبة الكوليسترول عالية. صحيح. وأيضا تزيد من كفاءة عمل الأنسولين في الجسم، وبالتالي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم. نعم. والفائدة الثالثة أنه يزيد من هرمون النمو اللي هو يساعد على تكسير الدهون ويزيد من بناء نسبة العضل في الجسم. ممتاز. الحين احنا لو فكرنا شويه فيها، احنا يعني ممكن ما نسميها حميه غذائيه كثر ما نقدر نقول انه هو نمط حياه. صحيح. يعني هو نمط حياه، ان احنا يعني في احنا كمسلمين اوريدي احنا نتبع هالاشياء، يعني اوريدي احنا نصوم، انا شهر رمضان 30 يوم احنا نتبع هالنظام الغذائي، لكن الناس تجهل فوائده. صحيح. يعني هم بعد 16 ساعه من الصيام، يعني كل الفوائد اللي ممكن يحصلونها في فتره الصيام ترد تتخربط، لأن نظام الأكل عندنا يكون وايد، يعني أنواع الأكل مستفرة تكون أو فجأة باكل كمية كبيرة. هي يعني الفوائد اللي ممكن يحصلها ممكن إنه يخربها هي بعد الصيام. صحيح. وأيضا يعني لو بعد شفناها إن الصيام اللي هو اليومين أو اللي هو restrict diet فيها اليومين من أيام الأسبوع، ومثل صيام يوم الاثنين والخميس. الخميس صح. احنا فيها اليومين هي انصومه، وكميه السعرات الحراريه اللي ناخذها تكون اقل. صحيح. فكل في الاشياء احنا اراضي نطبقها من زمان، لكن الناس سبحان الله تجهل فائدتها. صحيح. او مرات نفس ما قلتي انت تجهل فائدتها، لان نفس ما قلتي هو الصيام اللي هو الصيام المتقطع عندك يا نظامين، يعني صيام 16 ساعه واكل خلال 8 ساعات، يا ان عندك الطريقه الثانيه اللي هي خلال 7 ايام للاسبوع 5 ايام بناكل، يعني يكون الاكل عادي، وخلال اليومين يكون صحي. يعني ايوه صح، هاي النقطه ركز عليها. صحيح كلامك. صحيح ميثا، ان نركز ما يقصدي ان نركز على هاي النقطه، ان يكون اكلنا صحي، مو باني وايد اكل اشياء دسمه واشياء يعني عاليه السعرات الحراريه، واخر شيء اقول النظام ما فاتني. صح. واحنا ما بنخليها يعني كانها هي حميه غذائيه، لا، هذا نمط حياتنا احنا. خلاص احنا في اليوم انها الساعه مثلا
بنوقف الأكل وبرد ناكل في الساعة الفلانية. يعني إحنا ما شاء الله الحين الأكل متوفر عندنا في أي مكان، في الدقيقة بتحصلين أي أبليكيشن وفي كل مكان متواجد الأكل. يعني إحنا سهولة توصل الأكل على سبوت وايد سهلة. صحيح. فها ممكن يسوي لك كنترول على نفسك، يعني أنا خلاص يعني من هالساعة أوقف الأكل وأرد أكل في الساعة الفلانية ويكون أكلي منتظم خلال اليوم. صحيح. مي، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج؟ مثل ما ذكرت، هل نمط الحياة أو هل نظام الصحي يكون فعاليته أكثر حق الناس اللي يكون عندهم السكري، الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. نعم. فأي شخص من هالأشخاص اللي يعانون من هالأمراض قبل لا يبدون هالنظام الغذائي يفضل انهم يستشيرون الطبيب عشان يعني يشوفون كيف حالتهم الصحية بالفترة، واذا يسمح لهم يتبعون نظام الغذاء. صحيح. استاذ مي بن ثاني، اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، كان هذا بخصوص الصيام المتقطع، والأخصائية التغذية مي بن ثانية طبعا شرحت لنا بالتفصيل عن النوعين، وركزت على شيء مهم جدا اللي هو النمط الأكل الصحي يكون، ما بأني أركز على الأشياء الدسمة أو عالية السعرات الحرارية خلال فترات الأكل، وأعتمد على الصيام أنه كنمط غذائي أو أنه بينزل الكوليسترول أو الفوائد الثانية بتعم علي لا، لازم بعد نعتبر بناحية ونهتم من ناحية نوع الأكل اللي أخذه مع هذا النظام الغذائي اللي هو الصيام المتقطع، وكذلك شرحت لنا بخصوص فوائده. وموضوعنا وايد زامن مع موضوع اليوم العالمي للقلب، لأن نمط الحياة وايد له تأثير قوي على أمراض القلب، سواء يفيدها أو سواء يعني يضرها. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. أطلقت هيئة الصحة بدبي قبل أيام قليلة مبادرة حديث الصحة، وهي تعنى بتعزيز ثقافة الابتكار ونشر مفاهيمه من خلال دعوة نخبة من المتحدثين والخبراء لمناقشة الموضوعات والقضايا الحيوية وكذلك المستجدات العالمية والرؤى المستقبلية حول الابتكار، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة بالتجارب الناجحة والخبرات والابتكارات في مختلف المجالات. وجاء انطلاق المبادرة في مركز الابتكار الصحي التابع للهيئة، وهي تمثل أحد المبادرات المهمة للمركز. وحول هالمبادرة يسعدنا يكون ويانا اليوم الأستاذة مي الدوسري، مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة مي. صباح النور والسرور دكتورة. أهلين. طبعا بخصوص حديث الصحة، يعني شيء جدا له أهمية كبيرة، وهذه مبادرة طبعا تعتبر من يعني مبادرة كبيرة ولها أهميتها، فممكن تعرفين أكثر على فكرة مبادرة حديث الصحة وكيف جت هالفكرة وشو أهم أهدافها كذلك؟ طبعا نحن دكتورة كنا في البداية مركز الابتكار عنده مبادرة استراتيجية مباشرة. نعم. مرتبطة باستراتيجية الهيئة اللي تعنى بتعزيز ثقافة الابتكار. فمن بعد ما تشكل طبعا تم إنشاء المركز وتم تشكيل فريق متخصص في المركز للعمل على عدة مبادرات، كنا نفكر بطرق مختلفة عن الدورات التدريبية، مختلفة عن إن نحن نعقد ورش عمل مثلا نص يوم أو 3 ساعات أو 4 ساعات. فطلعنا بفكرة حديث الصحة نستهدف فيها موظفين الهيئة في الوقت الحالي، يعني كمرحلة مبدئية نعزز فيهم ثقافة الابتكار، وحتى يعني نتناقش معاهم في خلال هاي الجلسات شو التحديات اللي هم ممكن يواجهونها، يعني من ناحية انهم يطرحون افكار ابتكارية ونحاول ان نوجد لها حلول، حتى نحن
فريق مركز الابتكار نستفيد من هاي الجلسات أن نحن نناقش المتحدثين كيف نحن نوجد حلول لبعض التحديات اللي نحن نواجهها. فهنا بفكرة حديث الصحة أن هي جلسة ما تتجاوز الساعة نستقطب فيها متحدثين ورواد في مجال الابتكار واستشراف المستقبل يعطوهم يعني حديث بسيط عن أمور مثلا مختلفة. إحنا عندنا مواضيع شهرية حطيناها في الخطة ومتحدثين يعني هم اللي هم potential في مجال الابتكار واستشراف المستقبل. نعم. على أساس أن نحن نكون مستمرين فيها. فبديناها طبعا بسعادة خلفان بالهول اللي هو الرئيس التركيز لمؤسسة دبي للمستقبل. فعلى سبيل المثال الحين احنا لما دعينا سعادة خلفان بالهول اللي فعلا يعني هو شرح لنا دور مؤسسة دبي للمستقبل في انها تضع مبادرات لحكومة دبي تعزز من مكانة دبي في مجال الابتكار وتوصلها يعني لمرحلة ريادية. فهو يعني حدثنا عن دور المؤسسة، شو الخبرات اللي هي تمتلكها، شو الدعم اللي هي حاليا توفرها سواء للمؤسسات الحكومية أو حتى على مستوى الأفراد المبتكرين، شو المبادرات اللي موجودة. يعني مثلا حدثنا عن متحف المستقبل، عن مبادرة مسرعات دبي للمستقبل، يمكن أكثر الناس اللي يعرفونها اللي هم يشتغلون في مجال الابتكار في الجهات الحكومية، بس لما احنا نجيب قيادات المؤسسة ونجيب الموظفين هني هم يعرفون لا في المسرعات ليش، في شركات فرشأة تستقطبها الهيئة تشتغل مع المستشفيات على سبيل المثال، مع الإدارات اللي يعني نسوي تجارب دراسات تجريبية لأجهزة جديدة متطورة وشو استفادت منها، شو استفاد منها الطبيب، شو كان تأثيرها سواء على الطبيب أو على المريض. حتى استاذة مي اسف على المقاطعة، بس الموظف نفسه يطلع على أشياء كثيرة وخبرات حتى في مجالات أخرى مو بس في مجاله نفسه. بالضبط. فنحن يعني يوم احنا انيب الاطباء ويوم انيب حتى الاداريين يقولوا لنا اوكي يعني في شيء، في حتى الترابط يعني سواء يعني اللي هم الـ الادارات المعنيه في المجال الرعايه والرعايه الصحيه والامور الطبيه، حتى يوم احنا نجمعهم مع الادارات احنا نطلع ترابط من بينهم. صح. يعني ما في يعني الاداريين ما يقدرون يتحركون بدون اللي هم في القطاع الصحي والعكس تماما. صحيح. بعد يعني نحن نربطهم ببعض حتى في المبادرات اللي جايه ان شاء الله بتشوفون ان شاء الله يعني في عندنا مبادرات قادمه مستقبلا بتشوفون الترابط بين الاداريين وبين حتى اللي في القطاع الرعايه. ممتاز. وهذا يعزز روح الفريق الواحد وحتى عمل الفريق الواحد، يعني كل نكمل شغل الثاني، يعني ما بأن لكل حد شغلة متخصص فيه. نعم لكل حد شغلة متخصص فيه، بس جميل أنك تربطين هذا كله مع بعض. بالضبط. وحتى يعني نحن في هذا حديث المستقبل احنا مش بس نحاول ان نربط الشركات الناشئة حتى الافراد المبتكرين، يعني عندنا الطلبة اللي عندهم افكار او عندهم مثلا انظمة هم يعني اشتغلوا عليها وتطوروها، نحاول حتى هذيلا ان نحن ندمجهم مع الاطباء عندنا في الهيئة. ممتاز. ونسوي عليهم دراسة تجريبية عن طريق المركز والشركات الناشئة عن طريق مسرعات دبي للمستقبل. فكانت تجربة وايد ممتازة في حديث سعادة خلفان بالهول، وبعدها استكملناها بدعوة سعادة هدى الهاشمي مدير مركز محمد براشد للابتكار الحكومي اللي كحدثتنا على مستوى الدولة شو توجهات الدولة. وطبعا كانوا يعني اللي احنا يعني جدا نعتز فيه ان كان فيه اهتمام كبير من قيادات الهيئة بحضورهم حتى في هاي الجلسة، ليش لأن كلمتنا عن توجهات الدولة في دعم الابتكار لتحقيق رؤية 2071، كلمتنا عن المؤشرات اللي تم يعني تم إعطائها للمؤسسات اللي يشتغلون عليها في مجال الابتكار، كلمتنا عن استبيان نضج الابتكار اللي بيتم تنفيذه. فيعني عطتنا التوجهات اللي نحن لازم نوائمها في شغل المركز على مستوى الإمارة. فهذا نوع من الجلسات طبعا في احنا هذه الحين على مستوى
اللي هو الهاي ليفل بديناها، ولكن إن شاء الله في الجلسات اللي في أكتوبر وفي نوفمبر بندخل أكثر مثلا في مجالات الذكاء الاصطناعي، بنيب خبراء في هالمجال، في عنا حاطين أكثر من موضوع إن شاء الله في الجلسات القادمة بنطلعكم عليها. ممتاز. أستاذ مي، بخصوص أجندة الموضوعات اللي تتناقش خلال حديث الصحة في هاي المبادرات، تكون يعني تكون من نابعة من يعني هيئة الصحة أو من مركز الابتكار يحط النقاط اللي حابين تتناقشون فيها، أو الضيف نفسه يطرح الموضوع بنفسه؟ نحن نتناقش مع الاثنين، يعني نحن نحط الأشياء اللي نحن مثلا نشوفها مثل تحديات موجودة. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال احنا نبغي نعرف الأمور الطبية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي اللي هي مثلا العمليات أو غيرها. صحيح. فإحنا شو دورنا في هالحالة؟ احنا نبحث عن ناس يكونون مثلا شغالين في هذا المجال مثلا من الشركات العالمية، ونطرح عليهم الفكرة وهم يعطونا الموضوعات اللي موجودة ممتاز عندهم. ممتاز. وهذا يوسع، تعرفين، يوسع تفكير الشخص وحتى خياله، وكذلك روح الفريق بين كل يعني تخصصات موجودة في هيئة الصحة بدبي تزيد وتكون أكثر وأكثر يوم بعد يوم، وخاصة المواضيع اللي يتناقشونها في حديث الصحة يعني مواضيع نفس ما قلتي هاي ليفل أو أنها كبيرة ولها أهميتها سواء في النطاق الصحي أو النطاق حتى غير الصحي. صحيح. وبعد يعني نحن استفدنا من الجلسة اللي حدثنا فيها سعادة خلفان بالهول. نعم. إن طلعنا بعد مبادرة. ممتاز. فالحين إن شاء الله قريب بنشتغل على مبادرة إن شاء الله مع مؤسسة دبي للمستقبل، وبنبتدي فيها إن شاء الله قريب. إن شاء الله. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق صراحة. ويعني هذا شيء جدا جميل أن من أول جلسة يمكن جلستوها في حديث الصحة طلعتوا بمبادرة، يعني إن شاء الله الجلسات الجاية تكون مبادرات أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ مي. أستاذ مي، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام في الفقرة. للمستمعين إن شاء الله اسمعوا منا الأخبار الطيبة قريب إن شاء الله، وعندنا إن شاء الله مبادرات إن شاء الله بنستهدف فيها فئات خارج هيئة الصحة إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذة مي الدوسري، مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك دكتورة. شكرا لك أستاذة مي. مستمعينا طبعا حديثنا كان مع الأستاذ مي جدا شيق بخصوص حديث الصحة، والجميل في الموضوع أن حتى خلال المناقشات تطلع عندهم مبادرات معينة، وطبعا هذا كله لارتقاء بلادنا إن شاء الله العزيزة وتطورها أكثر وأكثر. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بموضوع جدا مهم بيتعلق بحوادث قرق الأطفال والعلاجات في مستشفى لطيف. ابقوا يعني طالعين وراجعي لكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا فقرتنا الحين بنتحدث أكثر عن حوادث قرق الأطفال، وطبعا من بين الجهود الكبيرة اللي يقوم بها مستشفى مستشفى لطيفة للحفاظ على صحة الأطفال على وجه التحديد وتحقيق أعلى درجات السلامة لهم، تأتي عمليات الوقاية وخاصة من الحوادث العارضة اللي قد يتعرض لها الأطفال في أماكن مختلفة في المجتمع طبعا اللي يحيط فيهم. ومن هالحوادث طبعا حوادث القرق اللي يتعامل معها مستشفى لطيفة ومع الأطفال القادمين إليه على أثر القرق باحترافية شديدة وإمكانيات عالية. هذا الموضوع يهم الكثير طبعا من أولياء الأمور، لذا يسعدنا يكون ويانا اليوم الدكتور أحمد عبدو، أخصائي أول طب الأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور أحمد. أهلا. صباح الخير. أهلا دكتور. دكتور طبعا موضوعنا اليوم بخصوص حالات القرق، وطبعا كلنا عارفين يعني
يعني في هالحالة الطفل يكون تعبان وفي نفس الوقت الأهل يكونون تعبانين، وحالات شوي نفس ما نقولها نحن، في حالات تكون بسيطة وفي حالات تكون كريتيكال أو شوي لها صعوبة حرجة. فحالات القرق كيف تتعاملون مع هالحوادث في لطيف وعلى وجه التحديد طبعا حالات القرق؟ هو بيحصل ان الطفل بيجي لنا المستشفى، بنستقبله، بنقوم بالاسعافات الاوليه. اذا كان محتاج تدليك للقلب والرئه، وساعات يحتاج نحط حط على الجهاز التنفس الصناعي، وبنديله ادويه في الوريد لانقاذ حياته. بنتعامل معاه كاي طفل جالنا، بس هو اهم شيء في رايي وان احنا نتجنب هذا الشيء، لان بيجي لنا خلاص هو وصل بمثل هذه الحاله. صحيح. وبتعتمد حسب مده بقائه في الماء قد ايه. نعم. والمده اللي جايه من ساعه بقائه في الماء الى ان وصل الى المستشفى. نعم. فكل دي بتحدد حاله الطفل ما بعد الغرق. نعم. انا يهمني هنا ان انا اصر على ان الاجراءات الوقائيه صحيح ان احنا نتجنب هو اهم من ده. صحيح. الإجراءات الوقائية نظرا ان احنا في دبي عندنا مسطحات مائية كثيرة. صح. بدءا من البحر او الخليج. صح. والمسطحات المائية والنافورات والحدائق وكده، فدي شيء. الى جانب في مسطحات مائية داخل المنزل زي حمامات السباحة، وفي حاجات فيها مائية كمان داخل المنزل نفسه اللي هو في دورة المياه زي صحيح. الحوض والبانيو والمرحاض. كل دي فيها مائية. الى جانب ساعات في بعض الاهالي بيحطوا دلو فيه مائية لتنظيفه وينسوه. صحيح. او في ناس بعدها تستخدم ان الدلو تحط فيه اشياء معينه او تحط فيه زيوت معينه او تحط حتى فيه بحيث الماء يبرد لفترات طويله عقب تستخدمه. بالضبط كده. وفي اللي مثلا داخل البيت نفسه، داخل البيت نفسه زي الجاكوزي في بعض البيوت. صحيح. يبقى داخل البيت وداخل سور البيت وخارج سور البيت في اي مسطح مائي. صحيح. فهو انا دايما انصح واقول يا ريت بالذات الاطفال الصغار ان الاهل لا يبعدون عن ابنائهم قدر الزراعه، ويجب أن يكون الملاحظة جيدة. نعم. ففي إجراءات للسلامة ودي مهمة جدا. صحيح. تتأخذ من داخل البيت إلى خارجه إلى أن حتى نطلع في الأجازات في خارج البلاد. ممتاز. ممكن تعرفنا دكتور أكثر على هذه الإجراءات؟ لأن في مرات يعني هاي الإجراءات يمكن البسيطة اللي ما تكلف الشخص شيء تنقذ حياة طفل، أو حتى إذا يعني تنقذ حياته الباقي عمره. نبتدي من داخل البيت نفسه، والحمام مثلا. نعم. اللي عندنا الحوض والبانيو والمرحاض. أكيد. والجاكوزي. فالحاجات دي لازم نحافظ عليها، ان يبقى الطفل لو راح ياخد حمام او شيء يبقى لازم حد معاه ما يسيبوش. من السيناريوهات المعروفه مثلا تبقى الطفل في البانيو بيستحمى، الام جالها تليفون وراحت تتكلم التليفون، بس هذه اللحظه هي دي اللحظه مهمه. صحيح. فتترك التليفون الاول وتاخذ الطفل، بعد كده يرد على التليفون. صحيح. مش هيجرى حاجه. صحيح. فدي الاجراءات اللي داخل البيت. اي حاجه فيها ميه من لا تترك داخل البيت، الدلو مثلا نخلص العمل بتاعه ونرمي الميه. نيجي للحمام السباحه اللي داخل المنزل. نعم. هو بيبقى خارج اطار المبنى نفسه. صحيح. فالاجراءات الوقائيه اللي بحب انصح بيها واكد عليها، ودي ممكن بالمشاركه مع السلطات مثلا اللي مسؤول عن اعطاء التصاريح، ان يكون هذا حمام السباحه هو خارج مبنى المنزل لكن داخل سور البيت. اكيد. اللي يكون البابين غير باب المنزل مش مباشر لباب الحمام. الحوض نفسه. يبقى الحوض نفسه يبقى بعيد عنه. تاني حاجه ان يبقى الحمام ليه سور ارتفاع على الاقل 120 سنتي. لو قلنا افترضنا ان هو قضبان، يبقى يكون كل قضيب وقضيب مثلا 10 سنتي، بحيث ان ما حد يدخل حتى يعني بالعرض. يعني ما شاء الله. أيوة. الاطفال عندهم يعني ما نستهين بذكاء الاطفال، يعني ما شاء الله، وخاصه الماي يقري الطفل. تمام. يعني يقري، وما شاء الله يعني مرات حتى لو تراقب طفلك في البيت تحس في اشياء يبغيها بيوصلها. يعني ما شاء الله تعرف. صحيح. في مرحله التعرف. نعم. مش مدرك ان ده خطر او ده مش خطر. صحيح. فدي بالنسبه للحمام السور والارتفاعه، الى جانب ان يكون زي ما قلنا ان الباب بتاع الحمام ما يبقاش مباشر لباب البيت، مش مقابله. صحيح. يعني يبقى بحيث ان الانسان يحتاج انه يلف، ويكون مغلق اللوكر اللي هي ما يقدرش الطفل يفتحها، تكون ثقيلة بطريقة معينة. وفي بعض حاجات لما يتفتح هذا الباب بطريقة أخرى يعمل إنذار للأهل إن باب حمام المسبح اتفتح، أو ممكن نضع كاميرا للمراقبة في الحكاية دي.
فدي من ضمن الإجراءات المهمة جدا، هي الوقاية والتوقع الخطر. صحيح. طبعا من الحاجات المهمة قوي بأن السباحة دي رياضة جميلة وظريفة، صح، وبتشكل مهمة قوي للأطفال ومتعة، وأنها ممكن واحد يعملها مع واحد أو اتنين، مش محتاج فريق، وموجودة في كل حتة، ممكن في النوادي مقفولة، مش محتاج صيف ولا شتاء، ممكن فبتبقى ممكن على مدى السنة. صح. فممكن تعلم السباحة، دي دروس تعلم السباحة ممكن ننصح بها الأهل. صحيح. لأن تهم، والحين من معظم الأعمار يعني أعمار صغيرة، تشوف أن ابتدوا خلاص يعني يدربون يعني أعمار حتى صغيرة على السباحة. تعلم السباحة من الأمور المهمة. صحيح. علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل. فدي مهمة جدا جدا. الشيء اللي بعد كده لا قدر الله، وده حصل بقى الشيء ده، فلازم في مكان الحدث هيبقى غالبا بعيد عن المستشفى وممكن، فلازم اللحظات الأولى دي هي أهم لحظات، فيجب أن يتعلم الأهل الإسعافات الأولية اللي هي الإنعاش القلبي والرئوي. نعم. في ساعة لا قدر الله حدوث هذا الحدث، وده بيتأتى أن احنا بنعمل، بنطلع أول حاجة لازم نخرج الطفل من المية. نعم. ونعمل الإجراءات اللي هي اللازمة، أن إذا كانت المية تنزل نزله بسرعة، ونعمل إجراءات الإنعاش القلبي الصدري اللي هو 30 كومبريشن، اللي هو ضغط القلبي لنفسين، ده لو في حالة واحد بس اللي موجود. نعم. يعمل الإجراء ده لمدة دقيقتين ويتصل بالإسعاف في نفس الوقت، لو هما فردين واحد هيقوم بالإجراء ده والتاني بيكلم الإسعاف، بيسأل الإسعاف حاجتين، يقول له أعمل إيه؟ نعم. بحيث وأعمل إيه لغاية لما وصول سيارة الإسعاف للمساعدة، ففي التالي ده بيدله لغاية لما يوصل سيارة الإسعاف. ممتاز. فدي من الإجراءات البداية، يعني أول ما يعني ينشاف الطفل لا قدر الله وهو غرقان، يطلع من الماي نفس ما قلت، ونطلع الماي. في ناس تستفسر أن كيف أقدر أطلع الماي من، لا هو خلاص هو بس بيميله لحظة، هو بيطلعه لحظة مجرد بس، ثم بعد كده يبتدي الإجراءات على طول، لا ينتظر يعني، لأن هو ردي الماء دخل يعني. أيوة. فيبتدي على طول الإنعاش. بالضبط. ده لو في حالة فرد لوحده، فلازم يقوم بهذا الإجراء، لأنه شاف يعمل له اللي هو الإسعاف الإنعاش القلب الرئوي لمدة دقيقتين، ويستدعي بعد كده الإسعاف وليس العكس. هي ليش؟ لأن هاي نقطة كنت بطرحها دكتور، لأن هذه ثواني البسيطة يمكن نعتبرها بسيطة جداً، بس جدا مهمة في هاي الحالات. أساس كنت حدثنا أكثر كذلك عن الأكسجين، يعني قلة الأكسجين، وليش هاي الحالات تكون، يعني ليش هاي الثواني نعتبرها كأطباء يعني جدا مهمة. لأن أهم حاجة العضو الذي لا يصل الأكسجين في هذه الفترة هو المخ. نعم. والمخ لما يوصلوش أكسجين لفترة طويلة بيتأثر، وتأثر المخ هنا لم غالبا ما بيرجعش لحالته الطبيعية، مش زي أي عضو آخر مثلا يرجع، لكن المخ بيتأثر جدا، وللأسف بيسيب أثر فترة طويلة في الحياة، فبيعاني منه الطفل والأهل والمجتمع. صحيح. فهاي الثواني أو الدقائق يعني نعتبرها حتى الثواني البداية يعني جدا مهمة. فيعني أنا أنصح أي شخص بالبيت، يعني على الأقل شخص أو شخصين يتعلمون الإسعافات الأولية، والحين متوفرة في كل مكان، خاصة أن الواحد يقدر يتعلمها. يعني صح الشيء يمكن يشوفه الشخص بسيط، بس يعني هاي الدقائق والثواني تنقذ حياة ناس وايدة. هي طبعا تعلم الإسعافات الأولية مش بس للغرق، في الحالات كتير لكل معظم الحالات. صحيح. وهنا مركز الإسعاف في دبي في الهيئة بيقدم وبيعمل إعلانات لو حد الأفراد العاديين عايزين يتعلموا بيدوهم الدروس هذه. فالمهم حاجات الإسعافة الأولية. هي لأن هذه الثواني طبعا مهم. جدا مهمة. وزين ذكرت دكتور أن قبل ما أتصل حتى بالإسعاف، يعني إذا إحنا شخصين، واحد يعني ينعش يسعف والثاني يتصل. أو أول شيء على الأقل أسعفه وبعدين أتصل بالإسعاف، لأن هذه الدقائق الأولى خاصة إذا توقف الأكسجين عن الدماغ يعني تأثر أثرا سلبيا مستقبلا بالخصوص الطفل. طبعا دكتور تكلمنا عن الأساليب، يعني كيف إنقاذ الطفل بعد ما يتعرض للقرق، وتكلمنا كذلك كيفية الوقاية من مثل هذه الحوادث الخطيرة. نرجع مرة ثانية، إيه أول ما يوصل الطفل عندكم في مستشفى لطيفة؟
اول ما يوصل مستشفى لطيفه بيبقى طبعا بيدخل في غرفه الاسعاف نعم الاولاني اللي هي الطوارئ، نعم وبنشوف طبعا دقه القلب والنفس، دول اهم شيء، صحيح وبنحط له في الوريد بحيث اذا كان مثلا ضغطه منخفض بندي له حاجات ترفع الضغط، لكن الاساس القلب والصدر. نعم الحصص ياخذ كميه الاكسجين الأكسجين الكافيه بالضبط. له. فبالنسبه للقلب اذا كان القلب شغال نعم. ضربات القلب كويس يعني في المعدل الطبيعي بالنسبه لسنه، نشوف التنفس ده مهم، لا اما بندي له اكسجين عن طريق الانف او بالماسك، وساعات في بعض الاحيان بيحتاج يدخل ندخل له انبوبه حنجريه للاتصال بجهاز التنفس الصناعي. طبعا ها في حالات اذا الطفل كان جدا تعبان ومو بقادر يتنفس طبيعي، يعني نفس يعني بطريقه طبيعيه بالضبط. وطبعا من ضمن الحاجات المهمه الوقت اللي هو قاعده في الصحيح تفرق وايد جداً. تفرق من ناحيه كيف دكتور تفرق يعني مثلا على سبيل المثال لو الطفل قعد اقل من 5 دقائق فيبقى نسبه العقد تقريبا 10%، كل نعم. من 5 ل 10 ممكن توصل ل 60%، ففرق كبير كبير نسبه الاعاقه او تاثر المخ بنقص الاكسجين اثناء فتره الغرق. صحيح، وكل ما قلت طبعا الكميه كل ما كان نسبه الاعاقه او تعب الطفل يكون جدا اقل. اقل بالضبط. نعم. فالوقايه نفس ما ذكرنا اللحظات الاولى اللحظات الاولى بدايه بالوقايه لان خصوصا هذه الحوادث اللي تتعلق بالغرق، ثاني شيء الاسعاف على الأولي. يعني الاولي يعني هذه نقطتين جدا مهمات، وني على النقطه الثالثه اللي هو يعني بعد نقل الطفل لمستشفى المستشفى عموما يعني منها مستشفى لطيفه. دكتور طبعا تحدثنا عن هذه الحالات الطارئة من حالات القرق، فحابين نتعرف أكثر وأكثر بخصوص إمكانيات مستشفى لطيفة فيما يخص الحالات الطارئة. مستشفى لطيفة احنا نقدم الخدمة 24 ساعة على مدى الأسبوع على مدى السنة ما شاء الله يعطيكم العافية وعندنا اسم طوارئ مجهز بأعلى التجهيزات، وحسب حالة الطفل أو المريض بنقرر حالته إذا كان هيدخل في العناية المركزة المتوسطة في القسم أو العناية المركزة لعالية الملاحظة، تبقى نسميها العناية المركزة للأطفال. إلى جانب أن عندنا قسم جراحة الأطفال ممكن يساعد في بعض حالات الجراحية اللي العادية، لكن في حالات الطوارئ بنبقى بداية بننقذ الطفل إذا كانت حاجة هذه الدخول للعناية المركزة. نعم. بياخد طبعا كافة العناية المركزة من ناحية التنفس الصناعي والقلب، وإذا كان أدوية معينة لرفع الضغط أو مضادات حيوية داخل الوريد. نعم. إحنا بنتعامل مع حالات الأطفال من أول يوم لغاية سن 13 سنة. نعم. دي حالات الأطفال. من أول يوم اللي هو الأطفال لين 13 سنة. دكتور طبعا هذه بخصوص إمكانيات المستشفى ما يخص الحالات الطارئة، طبعا حابين نعرف أكثر عن الجهود اللي يبذلها مستشفى لطيفة كذلك للنساء والأطفال من أجل راحة وصحة وحياة الأطفال من اللي يستقبلهم في أقسام مختلفة، سواء كانت حالة الطارئة أو حالة طارئة أو حالة يعني عادية تحتاج بس مراقبة في المستشفى. احنا لدينا في مستشفى لطيفة إلى جانب قسم الأطفال اللي هي الحالة قسم الطوارئ اللي هي الحالات الطارئة، نعم عندنا العيادات الخارجية للأطفال اللي بنستقبل بها الحالات اللي للمتابعة، نعم وعندنا عيادات أطفال تخصصية موجود منها جزء في مستشفى لطيفة وجزء من العيادات الخارجية التخصصية موجودة في مستشفى دبي. نعم ممتاز. فعلى سبيل المثال مثلا عندنا الأمراض التنفسية والعصبية للأطفال وبعض أمراض الدم موجودة في مستشفى لطيفة، إلى جانب عيادات لعظام الأطفال أمراض نعم. عظام الأطفال موجودة عندنا، والوراثة موجودة نعم. عندنا. مثلا مستشفى دبي عندها تخصصات تانية مختلفة اللي هي الجهاز تخصص الجهاز الهضمي أطفال الأورام الأطفال، نعم موجودة في مستشفى دبي، وكذلك قسم الكلى الأطفال بالضبط. كلى الأطفال. دكتور إضافة إلى العيادات، تكلمنا عن عيادات الأطفال والعيادات التخصصية،
إضافة إلى هذه الأشياء الثانية المتوفرة في مستشفى الأطفال؟ عندنا اللي هو إذا في عندنا بعد كده في بعض الأطفال بيحتاجوا مثلا إقامة قصيرة لمدة من 4 إلى 24 ساعة، فبيبقى ده بنسميه الإقامة القصيرة. نعم. وإذا حالة الطفل تحسنت يروح وياخد علاجه. نعم. ده النوع التاني. النوع التالت لو الطفل ما استجابش في خلال هذه الفترة القصيرة اللي هي الإقامة القصيرة، أو من البداية محتاج يدخل المستشفى، بندخله المستشفى. فالمستشفى فيها قسم الأطفال. نعم. ولو في أمراض معدية بندخل قسم تاني في جناح تاني منعزل، ولو احتاج عناية أعلى شوية في قسم الهاي ديبندنسي. نعم. ولو احتاج عناية أكتر بيدخل عناية مركزة للأطفال. ممكن نتعرف بعد على الهاي ديبندنسي؟ في ناس وايد يمكن تضيج مسافة الهاي ديبندنسي، خاصة أن يكون القسم يعني يمكن أنا زاولت فترة شغلة في مستشفى لطيفة، ففي ناس معينة ما بعرف قصة الهاي ديبندنسي. الهاي ديبندنسي هي زيادة ملاحظة. نعم. وعناية، بمعنى أن إذا كان الأطفال في الغرف الثانية كل 4 سرير لهم ممرضة، بيبقى غالبا ده لإما كل سريرين لهم ممرضة أو كل سرير لهم ممرضة حسب حالة الطفل. إلى جانب إحنا ما بنعتمدش برضو على العناية بتاعت اللي هي الملاحظة البشرية، لا، محطوط على أجهزة ملاحظة لدقة القلب والنفس ونسبة الأكسجين والضغط. نعم. وبيدي في حالة أي خلل بيدي إنذار، فيكون ملاحظ، فنسرع بأن احنا نتعامل معه. نتعامل حاجة. ويكون اهتمام أكثر، وطبعا يختلف عن العناية المركزة بتبقى المركزة. أكثر بيبقى ممرضة لكل طفل يكون. دكتور، طبعا موضوعنا جدا شيق ومهم، بس الوقت أسعفنا. حابينك تعطينا كلمة أخيرة قبل نهاية البرنامج. أحب أقول لا تبعد للأهل عامة، لا تبعدون عن أولادكم وبناتكم قدر زرع، ويجب ملاحظتهم جيدا، وتعلم الإسعافات الأولية. صحيح. ويكون عندكم لا تنزعجون، اتصلوا بالإسعاف للمساعدة. صحيح. الدكتور أحمد عبدو، أخصائي أول طب الأطفال في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مستمعينا، كانت هذه آخر فقرة لنا في برنامجنا اليوم. طبعا هذه من أهم الفقرات اللي ذكر فيها الدكتور أشياء كثيرة الواحد ياخذها في الاعتبار ويتدرب عليها، عسى سبحان الله استوت أي حادثة قرق أو أي يعني حادثة، الواحد على الأقل يحط في باله الأشياء اللي يتصرف فيها، لأن كذلك نفس ما نقول دائما الوقاية خير من العلاج. مستمعينا، هذه فقرتنا كانت الأخيرة لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، في الإخراج أيمن سرحيل. شكرا لكم جميعا. محدثتكم اليوم الدكتورة عاشة البسطي. شكرا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء ومتابعة البرنامج. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.